الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله عند كل نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحبه الرجال الأخيار الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يثمى يسمع إنا غادي غزال عيا تمغارين نقران دي مزيان أكن أخو مسجمة سجن السلام الإسلام والسلام الإسلام السلام وشافيني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكن مرقي إن شاء الله هذا الموضوع مهم مش غانك أنار العادة في النق عبادات إذا الموضوع مهم التص قبل غابدي أطرح رجل السؤال لابد أن أدس في كامارة لابد أن أدس نعرزو الجواب ممي إذا غدي خرق الله سبحانه وتعالى لأن التصني يغذان تغير أسن بأن الهدف زي تواجد نغنشين ذي الحياة وهو الإنسان قيتت إيسس يخدم يبنى يجمع التمنيات يمجش إطاره ما راح حوايج مهمين ونتحرم بالإسلام ولكن يخصنا السن بأن غانغيج العمل غانغيج الوظيفة غانغيج المهمة غانغيج المسؤولية يخرقان خاص الله سبحانه وتعالى سنجف مارفع الله سبحانه وتعالى يتجاوب السؤال ذي الآية القرآنية يقال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الشيء المهم أن غس نجف مارفع أرغان نلقى الله سبحانه وتعالى أن حقق العبادة وأنا بوش ندور النغنيت وأنا بوش الوظيفة النغنيت وأنا بوش المسؤولية النغنيت إلا أنيري عباد لله سبحانه وتعالى. أعظم اسم اسم قران اسم سبحان اسم يتخص الله سبحانه وتعالى وهو العباد. خويا الله سبحانه وتعالى قال قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم يتسمى رغم أنه نشين نرتكب مثلا الذنوب ولكن إذا تشخفنا الاسم قل يا عبادي يقال الله سبحانه وتعالى كذلك سبحان الذي أسرى بعبده. إذن المهمة نقصن جثمات وهو أن حقق العبودية ذي العبادة لله سبحانه وتعالى يخسى النهار منه في ساعة دقيقة ثانية شهر عام الحياة النقص كمر جير الدوس يخسى تري مارة ذي العبادة الله سبحانه وتعالى. يقال الله عز وجل ذي الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى يقال الله سبحانه وتعالى ذي الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن الصلاين ذي النسك قصد الحج نغني الذبح المحياي يعني حياتين ذي المماتين لله سبحانه وتعالى. يمكن هذه ليج النهار غادي يقزار بسيني يا أستاذ نغال إيمان نغال فقيم يتقال يعني الشيل وانت يرى وانت حغار بحار وانت حنقار رياضة وانت فغى السياحة وانت حغار خدمة انقمر العبادة فقط تجير في دواس دي كل دقيقة دي كل ساعة قغص خضير ما يمي لأن نفهم العبادة سجن مفهوم مختصر أو بسيط يخصنا نفهم العبادة سجن معنى شامل سجن معنى عام. ما معنى يعني أنا حرب حار ولكن الشين دي العبادة نعبد الله سبحانه وتعالى ربحاني غنوح دي العبادة السياحة أني غنوح غرقت العبادة الرياضة أني نحن أني لا ذا الرياضة ذا العبادة الخدمة أني نخدم ذا العبادة مش أني تغنوي ثاولنا ذا العبادة بل حتى المجامعة الزوجان ذا العبادة. فلهذا نحتاج الشين أن نفهم إيج نقطة مهمة غن غيري إيج نفتح مش غنك أن نحول مرة الأعمال نحول مرة تصرفات اليومية العادية حوايج انت قاعدة تنحول غا العبادة ماشي ان الرسول صلى الله عليه وسلم دقيج الحديث طويل دقيج الجزء الزافي قال وفي بضع أحدكم صدقة
قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا زوجته أو شهوته وله بذلك صدقة أو أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو فعل ذلك في الحرام أليس عليه وزر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فكذلك إذا فعل ذلك في الحلال فله أجر، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. خزارهما الإنسان مجدغي من الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي شهوته، يعني تجمع طبعه همس، والجماع زي الشهوات الدنيا، زي العادة زي تقوم زي الإنسان زوجك الزوجة، ولكن هذه الشهوة اللي هي شهوة الدنيا يمكن أتنحول الشيء مغا، أتنحول غا عبادة زي تقرب الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال العلماء إن المؤمن يتف، المؤمن يدخل الجنة، المؤمن يتفغى الجنة مرتين بشهوته، مرة بفعلها في الحلال، أما رمزوان يتقيت ذي الحلال الشهوة وهو مع زوجته فيدخل الجنة، ومرة بتركها في الحرام أتج واتكتاب الشهوة ذي الحرام فيدخل الجنة بهذه الشهوة، مرة الفعل إجمال كذلك سترك. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غسج المقولة مهمة جدا من ذي سقاء، يقول إني لأكره نفسي على الجماع، يعني تزياغ فينو في المجمع أنت مغاثينو، يعني الشهوة ما يمنع، شوف النية، رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. إذا انظر أخي المسلم خزار عمر بن الخطاب حتى من يتجمع الزوجانس يتحول نية الشهوة، نية المجامعة ثم غاث يتحول يتغل عبادة مني خميني نبقى بأنه يتجمع ثم غاث النص على أساس أنه يخص يتمنى أن الله سبحانه وتعالى سالجماعة يمكن أدي السوف غادي سنديوش يجو حنجال أديري يتوحد الله سبحانه وتعالى فيصبح الجماعة معنا رجل العبادة يتقرب زي الإنسان الله سبحانه وتعالى. إذن من يعني المفتاح زي غمار العادة النغ غالعبادة وهو مفتاح النية ذي الاحتساب. يقال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن النية ذي الاحتساب استطع الزفني إن شاء الله أن حول مارة العدث النق غال العبادات، وخمانايا غادي دوا 24 ساعة الحياة المختمر صباح 20 وسد الجيف كل ساعة كل دقيقة نشي نعبد الله سبحانه وتعالى. تستطيع زماد أيها المؤمن أتحل غارب حار في صلف الصيف غارب حار من أجل الاستجمام، ولكن أتحول البحارة نغسية حياة غالعبادة، مرث نوي أنك أتفرج في النشط، أنك تفوج الخطاوة النش، أنك تفوج الأسرة النش، ولكن أتحد غو مشان الحلال أمشان ذي وجه الاختلاط أمشان الجم سموح أغسلح. إذن النيات والاحتساب نستطع الزيسنت إن شاء الله أن حول مارة العادة النق غار العبادات. عندك بعض الأمثلة إن شاء الله، يمكن أن نطرح بعض الأسئلة. لماذا تتزوج؟ ما يمثلش تكثان غرار، ولكن ورذي الجنوى يجيوا بخ السؤال نقليل من أغذان يطرحن السؤال قبل المناش ما يمثلش، يمكن أن يجاوب الجنس المتشغلين أيضا ما ربتش سنة الله في الخلق مش حيار وحسمان أيها صفر وأسوأله، ولكن مرنا مش متشغل لأن النية أنه أضحمي غيخ فينا أضحضي العرضين أضصونه الشرفين فله بذلك أجر أقصد تسمى الحسنات. مرنا مش متشغل ما يمي لأنه حمدى
الطبقة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا شمت شغ ما يميح دفع السنة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا غارج الأجر وضم قرى مرنق نشمت شغ ما يميح دفع سنة فما غاثة أتحفظ أطارع أتصونق أتصونق شغف نسل. إذا يسبغ الأجر ضم قرى سمانية. كذلك مرنق مرنق بأنه نش متشق حند ضعوة غير نجان أثناء بغيج التربية حسنة أذيرين ذي القدوة الإسلام يمسر من إذن غاري راجر. كذلك مرنق بأنه نش متشق نغاز زغاد مرشق حند أكثر زي الأمة أضعوة غير نجان ما يمي حند الزيس نتباها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. إذن جل العمل ضم قران أن الإنسان يمدش وغاسي جنية أديارو حنجان أديارو اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة حنجان أهني ربا تربية حسنة أزيسن دي السفغ القدوة لهذه الأمة أزيسن دي السفغ أريازن أزيسن دي السفغ العلماء أزيسن دي السفغ إني غينفعن الأمة إني غينفعن المجتمع حند ذي يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أذي في اسم النس قجن اللائحة مني سدف إني سيدفن الفرح ذي السرور ذي البهجة خ الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك يمكن أن تطرح السؤال مرة أنت حار خدمة ما يمت تحت غار خدمة إجري جاوب قال تحار خدمة لأنه لابد ذا غار خدمة وغا الصفر ذي الأجر يتقوم أس العمل ولكن غا الصفر ذي الأجر. ولكن من أني غنش ذا غار خدمة ما يمي لأن العمل شرف أذا غير خدمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرنق بأن خير الكسب كسب الرجل من عرق جبينه. أذا غير خدمة لأنني أريد خص غذيريغ إيجابي. أذا غير خدمة لأن خص غذيريغ مواطن صالح. أذا غير خدمة لأن الزغد خدمة ثماثينه. أذا غير خدمة لأن الزغد كسب الحلال. أذا غير خدمة لأن الزغد خدمة ثاوينه أذش الحلال. فلهذا تغى المرأة مرأة السلف ثمغاث تقديمت وخميت فواريا الزهوات استقبالي يعني تودعت قرص نشين أي عريز نشط صباح خجوع ولكن وصباح شا ختم السين اتق الله فينا. إذن نستطيع نزمار سنيا ذلي احتساب الأجر غال الله سبحانه وتعالى حتى مرة صغير كيلو يسرمان ويخطغى ثبات صغير كيلو يسرمان حندث الشن ثاينو الله سبحانه وتعالى غاتي قبر الصدقة أمون زمار إن شاء الله مرة الأعمال أن تنقرب ذي العبادات أن حولها 24 ساعة كلها طاعة الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.